بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا اجعلنا ممن أحببتهم محبة دائمة يا كريم، يا دائم، يا حي، يا قيوم. نعود إلى القرآن العظيم مع آيات كريمة من سورة الصافات. إذ قال لأبيه وقومه، وبعضهم من واحدة يعني شيعة واحدة، قال لأبيه وقومي ماذا تعبدون؟ هذا شاب وفاق بكم اللي انتم تعيشوا الترهات وهذيانات و الأمراض كلها، الوهم، الشرك هو مرض أخطر مرض هو الشرك. أن تقلب الحاجة كلها وتجعل الله مكانه أو معه شركاء، من أين لك هذه الحجة إلا أن تكون في قبضة إبليس على 100%، مقرضك تاليكوتي ومشاك في التيه والخراب وظلمات الدنيا والآخرة، والله أعلم. جهنم هل هي مظلمة وهي حمراء وهي بيضاء؟ المفيد فيها العذاب المقيم، نسأل الله السلامة.